السلام عليكم المتابعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله وانتم كتفرجوا فيه. مبروك العواشر، الله يدخل علينا هذا الشهر ديال رمضان بالخير والتيسير ان شاء الله، وباش ما تمنيتو. وتحيه لكم كاملين، شكرا الناس اللي كيخليو تعاليق زوينين، كنشكركم بزاف بزاف. الناس اللي دخلوا عندي جداد والناس القدام كنشكركم كاملين على التعاليق ديالكم المحفزه، الله يجازيكم بالخير. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم واحد الكلمه في حق هاد الناس هادو، على اختي رشيده كنقول لها مبروك عليك، الله يكمل عليك بالخير ان شاء الله، ونتمنى انك تكوني حامله بصح ويتزاد عندك شي بيبي شي بنيته ولا وليد ان شاء الله، وتخاوي بها خوتها ان شاء الله يا ربي ولا خوتو. وهادشي اللي كاين، نتمنى انك تكوني بصحه جيده ان شاء الله، ونسمعك انك بصح حامله، الله يسهل عليكم. تحيه كبيره لخويا حسن، كنعطيك واحد التحيه محبوبه كاملين من الكبير حتى الصغير واحد التحيه، وكنقول لكم مبروك العواشر، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وشكرا لك الفيديوهات ديالكم الزوينين. الحمد لله عندكم متابعين حقيقيين، الحمد لله الناس كلشي فرحان اللي بانت رشيده، وحنا حتى حنا فرحانين، توحشناها في القناه صراحه الله. دابا عاد كملت الصوره ان شاء الله ديالكم، الفيديوهات عاد ولاو زوينين، واخا هما دائما زوينين ولكن كنتناقصهم شي حاجه اللي هي رشيده. وكلنا رشيده، وكلنا محبوبه. نتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله في المسيره ديالكم، الله يبعد عليكم ولاد الحرام، وما ديوا حتى في شي واحد، ونتمنىكم انكم ما تجاوبوا حتى شي واحد، خليهم هكاك، راه هذوك غير الحسد والغيره والحقد ديال بنادم، الله يسترنا منه يا ربي. والله العظيم في هذا الوقت راه ما كاين غير حسدني نحسدك، باش اي واحد يمشي ينوض ويدير شي حاجه لراسو ويخلي عليه الناس في التقار، راه ما كايناش غير حضيني نحضيك. والحسد والغيره والكراهيه ونكارين الخير صراحه الله، لا حول ولا قوه الا بالله. وانا كنقول لك اختي رشيده، غير في راسك وما تبكيش، والله العظيم راه عندك راجل في جنبك، وعندك عائله ديال رجلك في جنبك، راه الحمد لله راه ما يخصك حتى خير، وما ديها لا فخوك لا والو، هذيك حسبيه كما درتو حسبيه ميت بالنسبه لك. ما تسوقوش ليه، هذاك راه اصلا مريض، والله العظيم انا كنتفرج فيديو ديالو زعما صراحه الله، والله الا مريض انا كيبان ليا ماشي طبيعي، ولا بغى يطلع الادسونس ديالو على ظهركم، ما عرفتش انا هذا السيد هذا زعما ما بغاش يحشم نهائيا. كنقول له لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. العواشر هذه الناس راه كيكونوا مخصمين، وفي العواشر كيتصالحوا، وخصوصا في العواشر ديال رمضان، وفي في رمضان وهداك الشيء الناس كيكونوا مخصمين وكيتصالحوا، وانت عاد عقد ما زايد فيه زعما لا حول ولا قوه الا بالله. انا كنقول لك اختي رشيده، رفعي راسك وما ديهاش فيه نهائيا، خليها هكاك ارى ما ينبح حتى يعيا، كما كيقول لك خلي الكلب ينبح حتى يعيا وفي الاخر غادي يسكت، سمحوا لي على هذا المصطلح هذا. وانت يا كملي المسيره ديالك كما كنتي في الاول، هي ماشي سهله، ولكن صراحه الله قال لك اللي باعك بيعيه، واللي خلاك خليه، وتبعي العائله ديالك اللي هي العائله ديال المحبوبه. الحمد لله حسن الله يعمر ليه الدار، انتم كلكم ناس مزيانين، وانت يا مزيانه وطيحك في الله. هذوك الناس والله العظيم اللي الله يعمر لهم الدار صراحه، اللي كيقول عليهم شي حاجه راه غير الحسد والغيره، وكيشوفوا القناه ديالهم طالعه وهما ديال الاخرين عندهم القناه نازله ما كطلعش نهائيا، هذاك هو السبب باش انهم ناضوا كيضربوا فيكم كاملين، واللي باقين دابا زايدين فيه. اما نتوما الحمد لله ربي مسهل عليكم، وعندكم متابعين ديالكم اللي كيحمقوا عليكم، وشحال من واحد شفت الكومنتات كلشي يقول كلنا رشيده وكلنا محبوبه. هذا في حد ذاته راه حتى هو راه خير من عند الله، وكما كيقول لك اللي يحسدك راه عطاك، حيت داك اللي كيحسدك راه كيبقى دائما في هذاك المستوى، كيبقى غير حاضي هذا وهذا وهذا، واللي كيهضر على الماكله عرفوا راه ما عمرو كشاف الماكله، اللي كيجبد الماكله وكيجبد الحوايج وكيجبد اللباس وكيجبد داكشي عرفوه راه كبر في الجوع. وكما كيقولوا قال لك الا يا ويلك من الجيعان الى شبع، والله العظيم هذه راه مقوله صحيحه، وهذا الشيء اللي كاين المتابعين ديالنا، ونتمنى من الله انكم تتبعوا هذا الفيديو ديالي. انا ماشي زعما كنجاملهم ولا شي حاجه، هذا الشيء راه كاين،
وحنا حضرنا عليه وشفناه، هما الله يعمر لهم الدار. والناس ما عرفتش، انا زعما شبغوا عند هاد الناس هادو والعواشر هادو، نعرف الشيطان اللي عنده شي حاجه ينوض يخدم عليها، اللي عنده شي قناه ينوض يخدم عليها. وخليو عليكم هاد الناس في التقار، العواشر هادو زعما ما فهمتش على هاد الناس، مع الله ما عرفت زعما سبحان الله. الحقد والحسد والغيره وال ما فهمتش زعما شنو اللي خلاهم انهم يهضروا بحال هكا. وهادشي اللي كاين، وانا كنقول لكم خدموا على راسكم، انتم راكم محبوبين عند الناس، وفيما مشيتوا معروفين، عندكم المتابعين ديالكم من اي بلاصه من خارج المغرب وداخل المغرب. هذا هو احسن حاجه بالنسبه لكم انتم. وانتم الحمد لله بلا قناه، راه عندكم الفلاحه ديالكم، راكم معروفين في سيدي عدي ومعروفين في ازرو، معروفين انكم عندكم الفلاحه ديالكم. وشفنا فيديوهات ديالكم في الفلاحه شحال هذه، شفناهم فيديوهات قدام شي شويه، اللي كيقول لكم راه ما عندكم والو، هذوك راه كيبردوا على قلبهم وصافي، ما ديواش فيهم، خدموا على راسكم، خدموا على راسكم، وما ديوا حتى في شي واحد. خلي اللي بغى يهضر يهضر، اللي بغى يقول شي حاجه خليه يقولها من الله، راه اي كلمه سيئه راه كيتحاسب عليها بنادم. خليهم يخفوا عليكم، لان هذا الشيء كيبقى يضرب في الاعراض ديال الناس، وكيبقى يعاير ويقول شي حاجه اللي ما كايناش كاع نهائيا، راه كتحسبوا عليها. وهذه العواشر نعلو الشيطان، اللي غادي يقول شي كلمه زوينه مرحبا، اللي غيبقى غير يخربق ما عندكم لاش زعما صراحه الله. وهادشي اللي كاين المتابعين، وانا كنشكر بزاف مول القاصح وبوجمعه وميطو، كنشكركم على داك الانتقاد ديالكم، لانه انتقاد زوين بزاف، وانا كنتفرج فيكم. وكنا نشكر الناس اللي كيعرفوا وكيعقلوا على الخير، حيت كما كيقول لك الا درتي الخير في الكلب كيعقل عليه عماين، ولا درتي الخير في بنادم كينساه في يومين. هذا هو البشر، الا بغى بنادم يدير الخير يديرو في الكلب وما يديروش في بنادم نهائيا. وخصوصا هما ماشي بحال بحال، وانا ما كنعممش، ما كنقولش كلشي بحال بحال، ولكن الاغلبيه ديال الناس نكار الخير والحسد فيهم والحقد، واخا توقف معاهم وتخدم عليهم وتعاونهم ودير لهم شحال من حاجه، ولكن في النهار الاخر كينوض كيضرب لك داكشي كامل في الزيرو، بحال ما كان، بحال ما عمرك درتي فيهم شي حاجه، بحال ما عمرك درتي فيهم الخير. وهما صراحه الله قناتهم راه طلعت عندكم، كتقولوا نصابه، انا ما فهمتش هذا النصب كيفاش داير. واصلا الا بغيتي تدعم القناه ديالك راه كدعمها بالفلوس من غير محبوبه، راه كاين الناس اللي كيدعموا القناه كيدعموها بالفلوس، ماشي فابور، راه ما كاينش شي حاجه بلاش دابا، حيت هما ماشي غير جات وطلعت لهم القناه، حتى هما راهم ضربوا عليها تماره، حتى هما راه شحال من حاجه باش يتعرفوا. وهادشي اللي كاين، حيت حاجه ما كاينه بلاش، وانتم داروا هادشي معاكم لله في سبيل الله. وفي الاخر كتقولوا حنايا ماشي صوبوها لنا، ماشي دارونا، ما دعموناش غير فابور، ما فهمتكمش انا زعما واش كاينه شي حاجه فابور اصلا. مهما القناه ديالكم طلعت ما عندكم علاش تقولوا راه حنا كنا كنديو، ولا حنا كنا كناكلوهم، ولا حنا كنا كنعطيوهم، ولا حنا كنا كنهذا. ملي كتشوف واحد القناه طلعت لك وليتي كتدخلي منها وكترجع لك داكشي اللي خسرتي، راه الصراحه الله خاصك في اي وقيته تدعي معاهم وتشكرهم، لانهم داروا معكم واحد الخير اللي بقى بحال كتسمى بحال صدقه جاريه. ملي كتبقى عندك واحد القناه كتدخل عليك الفلوس حياتك كلها، راه هذيك بحال صدقه جاريه، وحتى انت كتستافد من هذيك القناه. انا كنتحدى اي واحد اللي كيقول لك محبوبه ما درت لينا والو، حيدوا الفيديوهات اللي كنتو مصورينهم معاهم وخليوا غير الفيديوهات ديالكم، وديك الساعه غادي نعرفوا واش بصح هما اللي دايرين، هما اللي طلعوا لكم القناه ولا ماشي هما. انا كنتحدى اي واحد اللي خرج كيضرب في محبوبه، حيدوا الفيديوهات اللي مصورين معاهم وخليوا غير الفيديوهات ديالكم، وغادي تعرفوا شكون اللي طلع لكم القناه. نتمنى من الله انكم ما تنساوش الخير اللي كيدير، اليد اللي كتمد لكم ما تنساوش الخير ديالها، اللي كيمد لكم يد المساعده ما تنساوش الخير ديالو. لان انا الاب ديالي حتى هو وقع ليه نفس المشكل، والله العظيم كان خدام في فرنسا برا لمده اكثر من 36 عام، وشحال من واحد دار فيه الخير، شحال من واحد كان كيوقف عليه وكيعاونو بلا هذه بلا هذيك، وفي الاخر والله العظيم
شحال من واحد اللي نكر الخير ديالو وما عقلش على داكشي اللي دار معاه، والله العظيم شحال من واحد دار لاباس، شحال من واحد داهم فرنسا، شحال من واحد ولا كان شفار، والقسم بالله العلي العظيم وهذه الكلمه اللي كنقولها لكم الا واقعيه، شحال من واحد كان شفار ومني داه لفرنسا ولا بالديور ولا بالطوموبيلات، ولادو كلهم فرنسا، وفي الاخر تضرب حيت تضرب داكشي كامل في الزيرو بحال ما عمرها كانت شي حاجه. ونكروا الخير وهادشي اللي كاين، حيت انا عشنا داكشي وشفناه بعينينا، وهادشي علاش انا كنهضر، لان اليد اللي كتمد لك ما عمرك تنساها، اليد اللي كتمد لك يد المساعده في الوقت اللي كنتي محتاج. ما تشوفش راسك دابا راه القناه طلعات ولا بنتي وهداك الشيء، عاد بقا تقول راه ما دار معنا والو، ولا كنا كنعطيو الفلوس، ولا كنا كنجيبو، ولا كنا حيت نتوما اللي كنتو بغيتو تمشيو، هما ماشي عيطوا عليكم في التليفون، ولا عيطوا عليكم صيفطوا لكم وصيفطوا لكم اوديوات، ولا عيطوا عليكم قال لكم اجوا عندنا باش ندعموكم. نتوما اللي هزيتوا راسكم وزدتوا لعندهم لانكم كنتو محتاجينهم في هذيك الوقيته اللي كنتو ما عندكم والو، كنتو محتاجينهم. واللي كتقول لك انا ما عندي ما ندير بالقناه، ملي ما عندك ما ديري بالقناه، اجدك لعندهم اش مشيتي ديري ملي ما عندك ما ديري بالقناه، اذا مشيتي على حاجه اخرى. الا كان كتقول لي ما عندك، انا كان ما كنثقش في هاد الناس اللي كيقولوا انهم ما عندهم غرض في القناه، وخصوصا اللي كيمشيو عند الناس باش يدعموهم، وفي الاخر كيقول لك انا ما عندي ما ندير بهاد القناه. ما صراحه بلا ما تبقى تكذبوا على راسكم، وبلا ما تبقى تقولوا شي حوايج اللي ما كاينينش، والا كنتي بصح ما محتاجاش القناه، حيدي الفيديوهات اللي مع محبوبه، حيدي الفيديوهات ديالهم، وخلي راسك غير بوحدك باش تعرفي راسك بصح واش ما محتاجاهمش. ولكن هما اللي شهروكم وعرفوكم على الناس، وعرفوكم على المتابعين ديالهم، وعرفوكم عليهم كيقول وكيرغبوا في المتابعين ديالهم انهم يدخلوا لعندكم، وفي الاخر بحال اللي ما عمرها كانت شي حاجه، زعما حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. نتمنى من الله اي واحد يدورها في راسو عاد يهضر، اي واحد ضراتو شي حاجه، وخصوصا في الناس اللي تمدت ليهم يد المساعده. مازال نقولوا مثلا قناه كضرا في قناه حتى وحده ما عمرها وقفت على الاخر، ماشي مشكل. اما الحاجه اللي الحاجه الواحد الواحد يمد لك واحد يد المساعده وفي الاخر تنوض ضرب فيه وبلا حيه بلا حشمه بلا ما يراعي الخير، ما تراعيوش داكشي اللي دار معاكم زعما، راه ما عرفش والله ما عرفش غادي نقول لكم. صراحه حشومه، وخصوصا الناس اللي كينكروا الخير، مشكل. كاين الناس اللي القلب ديالهم مكحل، واخا تشوفو كيضحك معاك وتشوفو كيقول لك رانا كنبغيك، وهو راه باغي غير حاجه، غير كيوصل لهذيك الحاجه اللي هو باغيها، وفي الاخر بحال اللي ما عمرك وقفتي معاه، ولا انك ساعدتيه، ولا درتي معاه شي حاجه زوينه، كيضرب لك كلشي في الزيرو. وغنرجع لك اختي رشيده، غادي نقول لك الله يسهل عليك، ورفعي راسك، ما ديها حتى في شي واحد، باني كما كنتي كتباني شحال هذه، وراكي عزيزه وغاليه، وعندك المتابعين ديالك اللي كيحماقوا عليك وكيبغيوك، عائلتك راها مسندك وواقفه معاك، وكنقول لكم الله يسهل عليكم. اخويا حسن الله يجازيك بالخير، وقف مع رشيده في هاد الوقيته هذه، دوز من هاد المحنه ان شاء الله، ونتمناكم انكم نشوفكم في احسن الظروف، ونشوفوا آية إن شاء الله عما قريب إن شاء الله، ونشوفوا الهدية ديال رشيدة باش نفرحوا معها إن شاء الله يا ربي. وهادشي اللي كاين للمتابعين، نتمنى من الله أن هذا الفيديو هذا يكون وصل لكم إن شاء الله. وكما كنقول لكم دائما، أنا ما كنعاير حتى شي واحد، وما كنسبح حتى شي واحد، وما عندي مشكل مع حتى شي واحد، الحمد لله. كندوز حويط حويط، واللي جبدني عاوتاني راه كتبقى حاجة أخرى. اما زعما انا عمرني جبت شي واحد ولا نعير شي واحد، هذه راه ما كايناش نهائيا. الحمد لله، هذه هي التربيه ديالنا، هذه هي الاخلاق ديالنا، زعما كنعقلوا على الخير، واخا يكون الخير عقد هكا كنعقلوا عليه. اما كاين شي بنادم واخا تعيا ما ديري الخير فيه الخير، وتعيا ما تعاونيه، وتعيا ما ديري معاه زعما شي حاجه، ولكن في الاخر والله ما كاين شي واحد زعما اللي كيعقل على الخير الا القليل في القليل، الا القليل في القليل، والا من رحم ربي. ايوا هادشي اللي كاين المتابعين، وعشركم مبروكه، ونتمنىكم تكونوا بالف صحه، والله يدخل علينا الشهر هذا بالصحه والسلامه ان شاء الله، وباش ما تمنيتو، والله يبعد علينا ولاد الحرام، يبعد منا الشر الخلق، ويبعد منا كحل الراس. الصراحه اللي بغى يدير الخير يديرو شي واحد اللي ما عمرك غتلاقى معاه، ما عمرك غتشوفو، لانه هادشي ما بقاش كيسلم والله العظيم. وكما كيقولوا حوته وحده كتخنز الشواري،
وكنعطيكم واحد التحيه للناس المتابعين ديالي، كنشكركم كاملين اللي دخل القناه ديالي، خلوا لي لايكات باش يطلع لاكثر عدد المشاهده، اللي اول مره كيشوف القناه ديالي خلوا لي واحد الاشتراك، الله يجزيكم بالخير، وفعلوا ديك الجرس ديال الودينات فعلوهم باش اي حاجه درتها جديده توصل لكم ان شاء الله. وما قليل الا نقول لكم السلام عليكم، حتى نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر، ومع السلامه.